مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم اليوم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير يا احلى متابعين. سبق وعملنا فيديو عن الهجره على تركيا، وحكيتكم عملنا جزئين، تركيا بشكل عام كيف بتقدر تاخذ القرار الصحيح اذا بتقدر تجي، اذا بتجي على تركيا ولا تلغي المشروع من اساسه، وحكينا كمان عن المدارس بتركيا. اليوم حاحكي عن مرسين بشكل خاص. بدي احكي عن كتير ناس سألتني انه يا ريت بتقولي لنا اسعار الشقة، الاجارات، مصاريف المعايش كلها بمرسين. اليوم حابة احكي معكم حسب انا معرفتي بهالمجال. رح نحكي عن كل نقطة بنقطتها. اول شيء بالنسبة للتملك بمنطقة مرسين، منطقة مرسين فيها الغالي فيها الرخيص، مثل كتير بلدان مثل لبنان مثل اي بلد تاني، فيها المناطق اللي مرتبة الهاي وفيها الوسط. رح نبلش من الوسط، من المناطق الرخيصة اللي هي تعتبر بمنطقة مرسين، مش القلبة لمرسين، لا بتكون ضواحيها، هيدي بتكون ارخص. وهون ممكن نلاقي بيوت حسب نظافتها، بس انه اذا بدنا نحكي انه بالحدود المنيح للطلوع بدنا نبلش بال 18-19 ألف دولار، فينا نقول 20 ألف دولار وطلوع، لنوصل للمناطق اللي تعتبر قلب المرسين واللي بينعاش فيها. يعني كبيت اذا بدنا ناخد بيت بقلب مرسين ويكون البيت نظيف، عم نحكي ببيت مثلا 3 نوم صالون ومطبخ ومنتفعات يعني للبيت، عم نحكي هون صرنا بال 35-40 ألف دولار. هيدا البيت اللي يعني ممكن يكون انه نضيف للسكن وبمنطقة منيحة وقريبة لكل شيء. عنا مناطق تشارشي، عنا مناطق تارسوس، توروس، هولي تاجي، هولي كلهم مناطق تعتبر أرخص من المناطق الثانية اللي مثل ميزتلي، لين الشهير تعتبر منطقة غالية. عنا شو كمان؟ ميزتلي، فيران شهير، هولي يعتبروا أفريج. لين الشهير تعتبر أرتب شوي، حتى بالأجارات تعتبر أغلى. لنجي للأجارات، الأجارات كمان مثل ما كنا عم نقول، مثل ما بالتملك في عنا الغالي وفي عنا الوسط وفي عنا الرخيص، كمان بالإجارات نفس الشيء. تعتبر كمان كل ما بعدتوا عن قلب العاصمة بترخص الأسعار. عنا مثلا منطقة التاجي هي أرخص شيء تعتبر للإجارات، هي وتشارشي مثلا فينا نلاقي بيوت فينا نقول المتوسط تاعها 700، ممكن الواحد يلاقي لقطات ب 500 700 900، هيك الاسعار فيهم هول المناطق. اما اذا بدنا نجي نحكي بميزتلي، بالفيران شهير، باليين الشهير، بالمناطق اللي حواليهم، سولي كمان، اذا بدنا نحكي بهول المناطق بدنا نقول بدنا نبلش من 1000، واللي بيكون ب 1000 ما بيكون وضعه للبيت كتير جديد، يعني بتكون بناية قديمة، بيكون البيت مثلا بنقص بويا كذا، بس انه او مثلا بيت اوضة صغير. بس اذا بدنا نحكي ببيت لثلاث اوض نوم مثلا، وهيك بدنا نقول بالألف وأربعمية والألف وخمسمية تلاتمية وطلوع، من الألف وتلاتمية وطلوع لعائلة مكونة من رجال ومرأة وثلاث أولاد مثلا، هيك أجار بيت بدون اللي هو من 1300 وطلوع حسب المنطقة. بتوصل الأسعار مثلا بليين الشهير لـ2500-3000 حتى، كمان بتفرق الأسعار إذا البيت مفروش مش مفروش، هيدا القصص. هلا لنحكي بالكهرباء والمي، كمان الكهرباء والمي كمان عنا نفس القصة، انه بتختلف التسعيرة من منطقة للتانية. بالمناطق الرخيصة بتجي تسعيرة الكهرباء قليلة، يعني ممكن تجي فاتورة الكهرباء 30-40 ليرة بهوليك المناطق. اما بمناطق المزتلي في مناطق معينة بتجي الكهرباء فيها بالـ100-150، حتى ممكن توصل للـ250 ليرة تركية عم نحكي. بالنسبة لكيف تكون تحولوا الأسعار، اليوم نحنا الليرة عنا تقريبا 8.60
عم تلعب للثمانية فاصل سبعين ما في سعر ثابت بعد، عم تطلع وتنزل، فأنتوا فيكم تقسموا وتحولوا على الدولار لتعرفوا الأسعار. كهرباء كنا عم نقول انه كيف بتجي، المي نفس الشيء كمان. مثلا انا تقريبا قاعده قريب للمزتلي، بتجي عند مثلا فاتوره المي 30 ليره 50 ليره. ممكن بالصيف بتخلى كتير فواتير الكهرباء لانه في اي سي، حتى المي مثلا يمكن تزيد فواتير المي لانه بصير انه كل واحد الواحد يمكن يتحمم مرتين ثلاثه بالنهار، الاولاد كل يوم بدنا نحممهم وهيك. فبالصيف اكثر شيء بتطلع فواتير الكهرباء والمي، ممكن توصل لل 150 160 حتى اوقات بتوصل لل 300 فواتير الكهرباء اذا المكيفات مش عم تنطفى. يعني هو يعني تركيا هي مثلها مثل اي بلد تاني، قد ما بتستعمله قد ما بتصرفه حتطلع عليكم الفواتير. اكثر البنايات فيها الانرجي سيستم، فما بنضطر ندور السخان لا صيف ولا شتاء، تنزل المي سخنه. مدارس حكيت عنهم بفيديو لحالهم، مش حاحكي عنهم بهذا الفيديو. رح نحكي عن شو بتكون الاكل، الكيلو اللحمه مثلا 60 بين 60 و70 ليره، فينا نقول بين 55 و70 ليره، كمان بيفرق من لحام للحام بس انه بهالافريج. كمان الدجاج مثلا فينا نقول كيلو مثلا المسحب 20 ليره. إذا بدنا نحكي عن الخضرة والفواكه، مثلا أنا كعائلة من أربع أشخاص أو خمس أشخاص، فيني أقول إنه أسبوعيا عندي بين 70 و120 ليرة خضرة وفواكه. يعني أنا بروح مثلا مرة واحدة على البازار 70 و120 ليرة. ليه بين 70 و120 ليرة؟ لأنه أوقات بيكون ضالل عندي أشياء من الأسبوع اللي قبله، فما بيكون بدي كتير. انترنت تقريبا فينا نقول كمان بين 70 و120 ليرة حسب استهلاككم، حسب كم شخص عندكم بالبيت. انا تقريبا الانترنت عندي بالبيت 85 ليرة، سرعته كتير منيحة ونحن اربع اشخاص بالبيت بنفتح عليه. فبالنسبة لخطوط التليفون، في خطوط ثابتة وفي خطوط عادي. خطوط العادي بتبلش يعني تشريج بطاقات من 25 ليرة وطلوع حسب كمان الخدمة. أنا مثلا خطي ثابت تقريبا بدفع 45 ل50 ليرة بالشهر. كمان بيطلع لي مثلا دق مثلا ساعات معينة، بيطلع لي كمان انترنت لما بثبت خطي. مش عم بتذكر شو في اشياء بعد احكي عنها، بس انه مثلا بنقدر نستفاد كان احنا كمعنا اقامة بالبلد انه نروح على مستوصف ننفحص بدون ما ندفع شيء. مثلا انا بنزل اولادي بس يمرضوا بيفحصون بيعطوني ادويه، الادويه اوكي بشتريهم بس الفحصيه ما بدفع فحصيه الا اذا هن مثلا كان وضعهم كتير انه في شيء يستدعي دكتور خاص، ساعتها هن بيحولوني على دكتور خاص. حتى مثلا في روح على مستشفى الدوله، اذا ما بدي انزل على المستوصف بروح مستشفى دوله، كمان ما بدفع كتير. اذا مثلا بدي اخد ولادي طوارئ شي طارئ بدفع مثلا 50 60 ليرة، فوت الولد بيفحصوه كل شي واذا بده ينام بالمستشفى بينام، اذا ما بده ينام بس بدفع الفحصية وبيعطوني الادوية وبظهر. مرسين كبلدي بلد كتير حلوة، فيها شلالات، فيها نهر، فيها بحر، فيها جبل. يعني مثلا انا 10 دقايق بصير على البحر 10 دقايق بصير على الجبل، يعني كتير حلو هيدا الشي. فيها حلوة بلد كتير نظيفة، فيها كتير مناطق سياحية، فيها كتير اكتيفيتيز ممكن واحد يعملها بدون ما يتكلف كتير. فيني نزل ولادي على البارك بأي وقت لعبهم وهيك ببلاش، بلم بيتي ممكن لاقي شي 10 بارك
ممكن كل مرة نزلهم على بارك هيك بحسوا حالهم غيروا. البحر عنا ممكن إذا مشي وطاولة وكذا بنزل بفرشة أغراضي وبنزل بسبح والدوش حتى يعني بغسل وكل شيء وبطلع وما بدفع ولا ليرة. أوقات بيكون مثلا ملك خاص بيقول لك مثلا ادفع لي 5 ليرة على الشخص، انه اتس اوكي يعني 5 ليرة مقارنة بلبنان عم ندفع 35 وما بعرف قديه صارت الاسعار صراحة هلا يمكن 40 واكتر، فما تعتبر شيء. وهيك فانا صار لازم اختم الفيديو لانه ابني عم يبكي. ان شاء الله اكون فدتكم بهيدي المعلومات. وإذا حابين تسألوني أي شيء أنا جاهزة جاوب، اكتبولي بالكومنت وأنا جاهزة جاوب. واللي أي حدا بده يساوي إقامات أنا بعرف كتير أشخاص ممكن يساعدوكم عرب وما بياخدوا كتير. وإن شاء الله أكون قدرت فيتكم. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملولي لايك وتعملوا شير لتكبرولي عائلتي الحلوة، وأكيد أكيد أكيد كبسوا زر السبسكرايب ليوصلكم كل جديد. بتمنى لكم يوم سعيد وبقلكم جروشروس، بشوفكم مرة تانية.